اولا وبدون مقدمات، انا اعتذر من اصدقائي وشركائي بسبب الفيديو اللي سيعكر صفو ليلتهم هذه، ولكن مثل ما يقولوا لا حياء في العلم. انا فهد التميمي، واليوم قررت ان نرفزكم شويه، وبدات من فتره اقرا في علم النفس من جديد، وقلت اشوف شخصيه هذا الكائن الغريب واشوف اهم الدراسات في تحليل شخصيته العفنه، عذرا للالفاظ اللي راح تسمعوها. فجهز فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، لو تريد هات معاك أدوية مضادة للاكتئاب، وخلينا نشوف الموضوع بحيادية وعنصرية في نفس الوقت. كيف ما أعرف، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات واعمل لايك وشارك المحتوى واعمل لك لفة في حساباتي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. في 2019 نشر مركز زيتونة للدراسات ورقة بحث علمية من 20 ورقة لشخصية بنيامين نتنياهو. جاء فيه أصدر مركز زيتون للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان الدراسات النفسية لشخصية بنيامين نتنياهو، وهي من إعداد الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، حيث عمل الباحث على دراسة شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو استنادا لعدد من الدراسات النفسية الإسرائيلية والغربية، ثم قام بتحديد النقاط التي اتفقت عليها هذه الدراسات واعتمد عليها في التنبؤ بردات فعله وتوجهاته المستقبلية. وتسعى هذه الورقة إلى لفت الانتباه أولا لضرورة دراسة الجوانب النفسية لقادة الكيان الصهيوني، وهي دراسة قليلة للغاية في الأدبيات السياسية العربية، ولعل دمج مثل هذه الدراسات في مصفوفة التنبؤ لسلوك الكيان السياسي الصهيوني يجعل الوعي بسياسته أكثر دقة. وحاول الباحث حصر الأبعاد النفسية لشخصية نتنياهو في 5 أبعاد، هي ركائز بنيته النفسية وانعكاس بنيته النفسية في شخصيته وسماته الوظيفية وأسلوبه القيادي وانعكاس بنيته النفسية على سلوكه في الصراع العربي الصهيوني. وعمل الدكتور عبد الحي على دراسة تلك الأبعاد وفقا لنموذج الدليل التشخيصي والإحصائي للجمعية الأمريكية للطب النفسي، والذي يقوم على التركيز على السلوك المتكرر للفرد من خلال رصد قائمة الأبعاد الشخصية وقياسها على أسس 3، هي الأفكار، المشاعر، والأعمال. وفي معرض دراسة الباحث لانعكاس البنية النفسية لنتنياهو على شخصيته، فقد أشار إلى اتفاق الدراسات على الملامح العامة المحددة لشخصيته، والتي وصفها الباحثون بالعدوانية والنرجسية والبرغماتية وعدم المصداقية والمراوغة. أما عن موقفه في الصراع العربي الصهيوني، فأشار الباحث إلى أن كراهية العرب لدى نتنياهو ليست منفصلة عن كراهيته للآخر، إذ يقوم منظوره الديني والسياسي في الموضوع الفلسطيني على حق اليهود في العودة، ويستبعد نتنياهو أن ينتهي العداء العربي لإسرائيل بين قوسين في الجيل الحالي، ويعتقد أن العرب لن يقبلوا بإسرائيل إلا بالقوة، وهذا شيء أكيد. وخلص الدكتور وليد عبد الحي إلى تحديد مؤشرات السلوك المستقبلي لنتنياهو بالآتي: 1، لن يتخذ نتنياهو قرارات استراتيجية بخصوص حل الصراع إلا إذا كانت تدعم استمراره في منصبه. 2، سيواصل نتنياهو السعي لتحقيق مشروعه الخاص بالدولة اليهودية. 3، لن يمل نتنياهو من التشبث بالمنطق الميكيافيلي في علاقته الأسرية والمجتمعية والدولية على مختلف أشكال هذه العلاقات. 4، لدى نتنياهو من القدرة والذكاء ما يمكنه من النفاذ من المآزق المختلفة، لكنه وحط 1000 خط تحت لكنه، إذا تعرض للمفاجآت الحادة فإنه يرتبك بشكل واضح ويعجز عن اتخاذ القرار المناسب،
وتكمن أهمية هذا الميدان من الدراسات في أنها تساعد على فهم الخلفية النفسية لردات فعل القائد على ما يواجهه من تعقيدات الحياة السياسية، وبالتالي التنبؤ بكيفية مواجهته لمثل هذه الأوضاع مستقبلا، مع ضرورة التنبه إلى أنه كلما كان النظام السياسي أكثر مؤسسية كان تأثير الفرد القائد أقل، بينما في النظم غير المؤسسية والتي ينفرد فيها فرد أو عدد محدود من الأفراد في عملية صنع القرار تكون جدوى التحليل النفسي أكبر من حيث القدرة على التنبؤ. ويمكنكم تحميل الورقة العلمية من خلال الرابط في الوصف. لكن ماذا يقول المحللون في الكيان؟ قبل غزو العراق للكويت كانت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية قد بدأت بإعداد ملف نفسي لصدام حسين الذي هدد بحرق نصف إسرائيل، وراح ألخص لكم هذا الملف التي بدايته كانت التالي: لقد قررنا أن صدام حسين مختل عقليا، لكننا كتبنا أيضا أنه بينما يحب أن يخطو على حافة الهاوية فإنه حريص على عدم تجاوز الخط، لذلك اعتقدنا أنه لن يطلق صواريخ برؤوس حربية كيميائية، وكان هذا هو الحال بالفعل. شاؤول كميحي، هذا الاسم الغريب الذي تنبأ بسلوك صدام، كسب جائزة مرموقة من المخابرات الإسرائيلية وتم تعيينه في مناصب أساسية، وطلب منه في 1999 مع اقتراب الانتخابات تكوين صورة نفسية لنتنياهو الذي كان يقترب من نهاية ولايته كرئيس للوزراء. حلل كميحي سمات شخصية نتنياهو، يا ليته ما سوى. وجاء في التقرير أنه أي نتنياهو نرجسي ذا ميول بجنون العظمة والاستبداد، لكنه موهوب بقدرة خطابية استثنائية ومهارة في العلاقات العامة، ووسائل الإعلام لها أهمية قصوى بالنسبة له، بالإضافة إلى سمات أخرى. اللافت أن كميحي قرر إلقاء نظرة أخرى على تحليله الأصلي عن شخصية نتنياهو بعد 21 سنة في عام 2020، وتبين أن الاستنتاجات الرئيسية التي قدمها لم تتغير سواء في الأوقات العادية أو في الأزمات، فإن أسلوب نتنياهو هو أسلوب الإدارة المركزية، أي أنه يتجاهل المديرين والسياسات المحددة مسبقا، وهذا يخلق عيوبا ملحوظة تتجلى في رسائل متناقضة من أولئك الذين يعملون لديه. إلى ذلك يصدر نتنياهو رسائل ووعود غامضة، وتنشأ صراعات مستمرة بين الهيئات المختلفة، على سبيل المثال وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الصحة، والتي ربما تنعكس جزئيا فقط في العلن مثل ما يقول كميحي. يمثل عدد من الأنماط السلوكية لنتنياهو بعد الأنانية بحسب كميحي، والنجاح الشخصي أكثر أهمية بالنسبة له من الأيديولوجية، وهو يسعى باستمرار لتحقيق ذلك. يتجلى هذا النمط من خلال قبوله للمساعدات من المساهمين الأمريكيين الذين لديهم آراء متطرفة مختلفة تماما عن آرائه، ولا يتردد في استغلال الآخرين بما في ذلك الزملاء من أجل النجاح. إنه كما يقول كميحي أناني ذئب وحيد، نوع الشخص الذي قد تقول إنه ليس له إله، يعني بالمحل إحنا نقول هذا ما له رب. ربما يكون الطموح والتصميم أبرز صمات شخصية نتنياهو، ويتم التعبير عن الطموح في رغبته في أن يكون الأفضل وأن يكون الأول وأن ينتصر على الآخرين وأن يصل إلى القمة، وهذا ما يفسر إصراره على منصب رئاسة الوزراء على الرغم من كل العواقب التي واجهته، إلى درجة أنه وضع يده بيد المتطرفين الذين تمكن من خلالهم من المنصب وجعلهم في الائتلاف على الرغم من عدم خبرتهم في الوزارات التي استلموها، ولا يتردد بسحق الأفراد الذين يشكلون تهديدا له، إذ يعمل على تصفية الحسابات بشكل منهجي من خلال إذلال قادة الأحزاب والمحاولة على السيطرة عليهم. وهذا السلوك العدواني تحدث عنه كميحي الذي كتب أنه يهاجم بشكل استباقي أي شخص ينظر إليه على أنه خصم أو منافس، وقد يكون الهجوم مباشرا أو غير مباشر. نتنياهو أيضا يوقع على عهود ويقطع وعود لا يفي بها، والنتيجة لذلك يعتبر غير جدير بالثقة، وقد فعل ذلك عدة مرات مع الأمريكيين ورؤساء عرب عدة مرات، وهو الأمر الذي طالما أغضب الإدارات الأمريكية. إنه مقتنع أنه في السياسة أي وسيلة مقبولة، هذا مثل ما يقول مستشاره،
إلى ذلك، فإن نتنياهو لطالما كان مرتابا، ويعتبر كميحي ذلك من سماته المسيطرة، أنه يشك أن العالم كله ضده، مصحوب بمشاعر الإيذاء، وخصومه هم أي سياسي من الحكومات السابقة وحتى النخب في حزبه. وكما كل البارانويين، ترتفع مستويات شكوكه وتشتد خلال الأزمات، فيبدأ بالشك في موظفيه المقربين. وبحسب الصحافة العبرية، إن نتنياهو نادرا ما بنى الثقة مع جنرالات جيش الاحتلال، أنه يعتبرهم منافسين سياسيين محتملين، وسيتم اختبار ذلك في الأيام المقبلة في مجلس وزراء الحرب المصغر الذي يضم 3 جنرالات سابقين، بمن فيهم بيني غانتس الذي كاد أن يطيح به من منصب رئيس الوزراء في عام 2020. والآن أصبح لدينا شخصية مركبة من النرجسية بارانويا. وعلى أي حال، الاثنان عندهم شخصية مترددة، ويصعب بسببها اتخاذ قرار. خلينا نشوف سلوك نتنياهو تحت الضغط. يختلف سلوك بنيامين نتنياهو تحت الضغط من موقف لآخر. إذا كان من الممكن توقع التوتر ومعرفة مصدره، فإن نتنياهو يشعر بأنه مسيطر، ويقول كميحي أنه في هذه الحالة لا يرتجل، يبقى هادئا خلال مثل هذه الأزمات، ويتعامل مباشرة مع المشاكل. أما عندما تكون الأزمة غير متوقعة ويشعر نتنياهو بفقدان السيطرة، فإنه يفقد رباطة جأشه ويتصرف بارتباك. في هذه اللحظات يكون مستعدا للوعد بأي شيء، يقول كميحي، ويمكن الضغط عليه. ولذلك عندما تصف الصحافة الغربية نتنياهو، وخاصة في ظل الاحتجاجات التي كانت قائمة قبل أن تنقذه منها معركة طوفان الأقصى، قالت أنه عبارة عن مجموعة الضغوطات التي تمارس عليه. وهذا السلوك في الأزمات هو ما يوضح سبب أنه لم تكن أي من حروب إسرائيل الكبرى تحت إشرافه. قال إنشيل فيفر، كاتب عمود في صحيفة هاراتس، الذي كتب سيرة ذاتية بعنوان بيبي الحياة المضطربة وأوقات بنيامين نتنياهو، قال: لم يكن سريعا أبدا في التعبئة وإرسال الجيش بأكمله، وهو ما يتماشى مع شخصيته، وهو الأمر الذي حصل بعد عبور حماس من غزة. بقي الجيش مشلولا لأكثر من 6 ساعات. بالعودة إلى كميحي، يقول أن نتنياهو عندما يتعرض للابتزاز، فأنه بداية يقاوم بشدة، لكنه سيتنازل أيضا بشكل كبير. ولعل هذا ما فهمه بايدن من شخصية نتنياهو، حيث تمكن من أخذ قيادات العمليات العسكرية من القيادة الإسرائيلية لتسلمها المستشارون الأمريكيون وغرفة القيادة سنتركوم. نتنياهو الذي بقي لأكثر من 14 يوما بعد عبور حماس من غزة يهدد ويتوعد بأنه سيقوم بالعمل البري، لم يتمكن من أخذ القرار حتى اليوم، وليس من المتوقع أن يقوم هو بأخذه دون أن يكون ثمة شماعة ليضع اللوم عليها عندما يفشل الهجوم. وفي النظرة السياسية والدينية للعالم، لم تقدم كتب نتنياهو وخطاباته أي أمثلة على محاولات فهم أو تقديم أو وجهات نظر أخرى غير وجهة نظره. لذلك من السهل فهم نظرته للعالم فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، ويمكن تلخيصها كما يلي: لا يوجد شيء أكثر عدلا من عودة اليهود إلى وطنهم، وأن الدول العربية ليست ديمقراطيات، وبالتالي فإن السلام معها لا يمكن أن يقوم إلا على توازن الخوف وعلى قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسه. طبعا على أي حال، هذا هو الثقافة اليهودية، يعني ما جبنا شيء جديد. وأيضا المعتقدات الدينية للزعيم ليست بالضرورة مركزية في شخصيته، ومع ذلك في إسرائيل يسير الدين والسياسة جنبا إلى جنب، ويمكن أن يكون المعتقدات الدينية للزعيم أهمية سياسية وشخصية كبيرة. وتشير حياة نتنياهو طوال حياته السياسية إلى أسلوب حياة علماني تماما، وارتباطه بالدين ينحصر في خطاباته فقط، إذ تعطي التعبئة الدينية شعورا قويا بالاستمرارية التاريخية للأمة اليهودية واحترام التقاليد وكل الخرابيط اللي نسمعها. بالنتيجة، وبحسب سمات الشخصية، يبدو أن نتنياهو يواجه صعوبة في اتخاذ القرارات، ويميل إلى تأخير قراراته النهائية حتى اللحظة الأخيرة.
هذا النمط من السلوك هو سمة من سمات أخذ القرار السياسي لنتنياهو أيضا، وقد يفسر الفشل في تقديم خطة للخروج من الأزمة، وبناء على ذلك فإنه يميل إلى التعامل مع القضية على المستوى التكتيكي دون اتخاذ قرارات استراتيجية، وهذا هو السبب في التردد في الدخول البري بعدين دخل، ولما دخل على الرغم من كثرة التهديدات والطينة اللي عايش فيها إلا أنه دخل ولا استمع لأي حد. بعد كل هذا يمكن تفسير شخصية هذا المخلوق. أعتقد أنك ما تريد لا تشرب لا شاي ولا قهوة ولا حتى عرق صوص، سديت نفسك أكيد. المهم لا تنسى أن المقاومة حق مشروع، وأن تقاطع كل داعم للكيان. عاشت غزة حرة عربية أبدية. طابت أوقاتكم.